جمانة حبيبتي نزلي رجولك الله يعطيك العافية. يلا بناتي وانتم جالسين اهتموا ان كل واحدة يعني زي فستانها. يلا تفضلي الحين المفروض تطلع. يلا انت اطلع. يلا واحد من فهد السعير. أنا. انت فهد السعير. يلا فهد السعير الاول يطلع. يلا يلا هاي فهد السعير ودي جدة موزة. هي قوانينها. ها هي قوانينها. يلا بصوت عالي واحد اثنين ثلاثة. يلا قولي بسرعة يا بنات الحين تجي جدة موزة. لا بعد تقول يلا لا 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 من جديد من جديد تدخلي زين وتكلمي زي الناس. يلا يلا يا بنات يلا الحين تجي جدة موزة. يلا لا لا تكلمي زين ما نبي سواليف. يلا لا 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 ما شو بقولها. يلا روحي يلا ها. يلا يا بنات بتجي جدة موزة. خلي رد رد كنت لا 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 بسرعة خلاص. لا ايش تسوي بسرعة قولي سواليف ذي. انا شايف الفيديو قاعد يطبقون صح الحين. انا طبقته تأخرتي عشان انا ناظر تويتر. كنت طالع تويتر. كنت اطالع تويتر. طيب وين الناس؟ ناس؟ يعني الناس وين؟ اوكي يلا اذا قلت وين الناس بس. يلا يلا يا بنات ترى وش هي؟ ايه الحين بتجي اي واحدة بتتكلم برا البرنامج. يلا مع السلامة. سمعيني شو ده حق جدة موزة. يلا جدة موزة جدة موزة سامعيني ذي حقتك الانشودة. وش يعني؟ يلا وش؟ انشودة جدة موزة. وش؟ أمو متي حد قلتي جدة موزة؟ أنا ولا جدة موزة ولا جدة تفاحة. أنا جدة موزة أحلى من اللوزة. لا 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 هاي لا 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 هاي. طيب يا جماعة الخير استريحي تفضلي تعالي يا رن. رن طيب بنات الحين قبل شوي كلمني المخرج فقاعد يقول لي انه خلاص تطور الموضوع ويومين بتكونوا في البرنامج هنا ان شاء الله. ها بنجيب لكم ان شاء الله يعني العشاء والغداء والفطور هنا. خلاص انا بغبان انا بغندومي. خلاص لا لا ما في خلاص صدق تتكلم جدا امزح. ايه تمزح. ايه تمزح ترى تمزح. ايوه تمزح. لا ما امزح الا تمزح. طيب انا قلت لكم الكلام هذا بنقعد ليه بكره ان شاء الله. لا والله انا بروح لاهلي. طيب يا بنات ايش اليوم تبون تتكلمون عنه؟ خلوا الموضوع لكم انتم اليوم انا راح اتكلم. يلا ها انا اقول انا راح اتكلم عن ايش؟ ايه يعني اقول انا راح اتكلم عن ايش واتكلم؟ ايه تفضلي. انا اخترت هذا الموضوع هو الإحساس حسن الظن. مثلا يا استاذ فهد اثنين كانوا يتكلمون وجاء واحد يقول والله هذول يحشون فيني ما يكلموني او ما يبغون يكلموني. طيب ما يبغون يكلموني الو. لا ممكن يعني مثلا يتكلمون عن الشركة عن اغراض الشركة. طيب مثلا يا سفاد كنا انا واخواتي الامواجيات كنا بالاستراحه. طيب وقالوا كنا جالسين في الصاله الاولى وقالوا لي روحي جيبي اللعبه. ولما جيت ما لقيتهم موجودين لقيتهم في الصاله الثانيه ورحت عند ماما وكيت سويت فيلم هندي واكشن وبالاخير جلسنا انا وماما وقالت لي بكل بساطة احزن الظن. وفجأة لقيتهم جايبين الطاولات ويجلسون جنبي واكلنا طيب استفاد. واهم شيء من هذا الكلام كله حزن الظن بالله. طيب مرة كنا انا وسعد نبغى اغراض وقلنا لماما طيب وماما قالت بإذن الله راح أجيب لكم هذا. طيب واكتشفنا أن ماما جايبت لنا إياها. بعدين قلنا ماما أنت ما كان عندك فلوس
كيف يعني جبتين الأغراض؟ قالت أخذت تميز بالمدرسة وكانت تميز هي فلوس واشتريت لكم إياها. لا مثلا أنت يا أستاذ فهد لو دقيت على رفيجك وما رد عليك ورد رفيجي مين بس؟ أي رفيجي؟ سويلح؟ لا طيب خديجة يلا طيب أي واحد أي واحد أوكي وما رد عليك حلو مو تقول والله مثلا هذا ما يحبني شاف رقمي قال ما بأكلمه لا ممكن يعني مثلا نايم حط جواله على الصامت مثلا مسافر بالطيارة يا سلام عليك وهذه السالفة من طقطق السلام عليكم وأنا متشكرة أوي شكرا يا جميلة دائما أنت ما شاء الله عليك يا أختي أنت جميلة وكلامك كله جميل يعني هذا كلام مو بس الصغار يستفيدون منه حتى الكبار يستفيدون منه هذا يعني ما شاء الله منبع الزرع حق الزرع حق الموسم الأول من بنيتات إيه زرع والزرع وكذا أنت نتج لنا هذا شو اسمه الوردة الجميلة أنا هنيك على هذا الزرع اللي كان في الموسم الأول والثاني يعني نتيجة الزرع إحنا استفدنا اليوم منك بهالكلام الجميل من اللي استفاد من القصة اللي قالتها فرات أو إيش تكلمت عنه أدريكم فاهين يعني بس يعني تفضل يا غرام حسن الظن يا سلام عليك وانتي وش استفدتي من كلام فرات إيش نزل رجولك حبيبتي نزل رجولك أنا كفى يلا انتي عشر استفدتي انت ايش استفدتي من كلامها؟ اخي ملا ايش تتكلم عنه يعني؟ شكرا شكرا لتواجدكم الصامت يعطيكم العافيه مره مره كويسين. ها يا حبيبتي وانت ايش استفدتي؟ تفضلي. شكرا لروحكم الصامته الجميله، اتفضلي يا عسل. شكرا. كلكم على الصامت؟ انا استفدت. طيب يلا. حسن الظن. يا سلام عليك. غير اللي قالتها غرام يلا ها والله يا سلام عليك صح برافو عليك ها ايش استفدتوا من كلام غرام ايش تكلم عنه فرات لا تواخذوني يا جماعه الخير انا بقول اسماء لانه كلهم ما شاء الله واجد انا ما ادري صرت اضيع جاني انفصام في الاسماء ها تفضلي انه فرات قالت مو هذا الكلام يعني ما نتهاوش وما نتزعل واحنا كلنا اخوات عشان ما نتزعل يجيبك برافو عليك يلا طيب هذا كلام جميل قالت لنا اياه فرات وجود قالت كلام ردا على كلام فرات من اللي يقدر يرد لي ردا على كلام فرات يلا يا تمارة ماذا؟ ها يا تمارة هل تعرفين؟ لا طيب منو؟ رندة يلا يا رندة والله ما اعرف تالينة تالينة يا شيخ وش الوضع يا جماعة الخير؟ ناس عصامة وناس ما يعرفون فهيم شاربين انتم عصير فلافل على جنب ها؟ عصير خيار خليني اصحصح فيهم عصير طماط ها انت شكلك شاربة عصير برشومي لانك جاي من الطايف ريحتك مره برشومي، ما جبتينا برشومي ليش؟ والله ما شمريها الا في ريحه الا في ريحه برشومي ايه يمكن مشتي برشومي مشتي برشومي انا شفتها ذكرتي برشومي يمكن مثلك كاتشب طيب يلا يلا يا عسل وش شو اسمك انت قلتي لي؟ غينا ها؟ غينا يلا يا غينا تكلمي عن البرشومي، تعرفي شيء عن البرشومي؟ عندكم بالطائف برشوم؟ وانت تعرفي البرشوم؟ ما تعرفي البرشومي؟ وش تعرفي نجل؟ ها؟ تعرفي تسولفين؟ سواليف وكذا يعني يلا اعطينا سالفه يلا اليوم مفتوح لكم انا اليوم ما راح اسوي شيء بسمع بس السواليف حقتكم اعطيكم مجال يعني شكلي بسوي معكم مسابقة الحين كل واحدة بعلقها فوق. لا 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 ياي يلا يلا. يعلقنا مش عنك. لا والله لا لا شعري. لا حد يكفي. يلا. لا لا لا. يلا
لا لا يلا يا قلبي. لا لا ما ابغى يطير. شكرا يابا. لا شكرا لعطائك الجميل والمثمر. اتمنى لك التوفيق عزيزتي وصديقتي. شو اسمك؟ نجمه. لك نجمه وصح نجمه. طيب تفضلي، ماذا تريدين ان تتحدثين عنه؟ شكرا. عفوا ان الرقم اللي طلبته غير موجود بالخدمه مؤقتا. تفضلي. ممكن فرات تغيري من الحاله تحطينها على العام شوي. ايوه سلام عليك. تفضلي. صديقاتي طالعون في البرنامج. ايه قلت صديقتي ولا انها طالع في البرنامج، ان شاء الله انها طالع. يا سلام عليك، ان شاء الله طالعك صديقتك يا جميله. هذا الروح الجميله. شكرا. يعني ويطلع فيك، ليش ما تسوين حاجه لها؟ طيب يعني تبي تقولين لها حاجه؟ ها تبي تطالع فيك هي الحين صح صديقتك؟ قولي يلا ايش بتقولين لها؟ يلا ها يلا يا عسل. انا احبك وانت اغلى صديقه عندي. يا سلام عليك، شكرا لك على هذا الكلام الجميل. من حاب يسولف؟ استاذ فهد بتقولي شو ده؟ يلا تفضلي. استاذ فهد خبصت الان. كلمات كلمات بشموخ ادويها، الحان لي بلادي اسعدنا فيها، وطني شعبي ملكي ما احلى معانيها. كلمات كلمات بشموخ ادويها، الحان لي بلادي اسعدنا فيها، وطني شعبي ملكي ما احلى معانيها ما احلى معانيها. شكرا على الانشوده التسليكيه الجميله. برافو. يلا شكرا. روحك التسليكيه عندك ايش؟ واخيرا يلا سمي. تفضلي تفضلي. حياتي حلوه بطاعة ربي ووالدتي يا سلام. الله حياتي حلوه يا قلبي وباجتهادي الله وكل خطوه حياتي حلوه الله الله وبقلبي صوره يا سلام صغرى وادي يا قلبي والجان خضرا لك يا بلادي دام انت حلوة حياتي حلوة حياتي حلوة. ها؟ كلمة شو حبتها؟ يا سلام عليك، حياتك حلوة جميلة والتفاعل الجميل منكم دائما تعودنا منكم. مع الانشودة الجاية تفضلي بالانشودة الجميلة. يا عمري على التنهيده، واضح ان المنشوده ما لها حل. يلا ها نسمع نسمع. جزاك الله خيرا. تفضلي. جزاك الله كويس. تفضلي. يلا ايش بك؟ يلا نسمع. وانا مكني. يلا يا يمي يلا يا قلبي. تفضلي. كل ويش يلا. وش سويتي انت هنا؟ لا رفيف. يلا يا قلبي تفضلي. لا رفيف. ولعل الجو ما زال مستمرا بالصمت يعم المكان. ايش رايكم نروح؟ نذهب الى يعني كل واحد يمسك زاويه وينام. طيب اعطينا اهاتي حتى اسمي حتى لو ما عندك رشوده اعطينا اهاتي. يلا كنانة. كنانة وينك كنانة؟ انت كنانة تفضلي روح يبونك عشان تقولين الانشودة هناك وتجين. يلا تفضلي هناك ها في الكنترول عند الاستاذ فيصل. سيدة يسار يجيك اشارة. ها شفت الكوبري؟ الكوبري خليك من تحته. الكوبري يطلعي من تحته. لحظة شوي بالله انا اشرح لها. امشي سيدة يجيك اشارة. ها خشي يسار مع الاشارة. شفتي كوبري؟ ها اطلعي من تحته فوق تحت يسار جيك القاعده هناك حقت الكنترول اللي يجيبون من ايوه اللي عند كذا ركبوا لك مايك وين؟ تفضل. انا اعرف. وديها يلا. انا والله. طيب من عندها انشوده ثانيه؟ انا اعرف. يلا تفضلي سمعيني. انا عندي اغنيه انا عندي يلا. استفدت وانا ورفيق وراك. انا عندي اغنيه انا عندي اغنيه. انشوده وش اغنيه انت؟ اغنيه ما نسمع اغاني احنا ولا نقول اغاني هنا الله يعطيك العافيه. لحظه شوي لحظه لحظه ممكن ايش قلتي قبل شوي انت؟ انشوده. قبل وش قلتي؟ وش؟ قلتي عندي ايش؟ اغنيه. اغنيه ما يصلح ان